بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكاستكمالا للحلقة رقم 6-7 من حلقات الفون اندكس، فعايزين نشوف مع بعض دالة السيرش ازاي بنعمل فاين. الحقيقة في البداية هنقول له سيستم CLS علشان نقول للشخص دخل لي الاسم بتاع الشخص اللي انت بتبحث عنه، وهنعمل سترينج النيم وهنقول له سي ان الايه النيم، اقرا النيم ده او لا قبل سي ان النيم، هنقول له سي اوت انتر نيم يساوي وسي ان النيم، اقرا النيم وما اقرا النيم، وتفور لوب عليهم كلهم، تفور انتجر اي من اول صفر والاي اقل من البيرسونز دوت سايز والاي بلس بلس، واللي اسمه موجود تطبعه، اللي اسمه موجود ايه تطبعه. طبعا لازم تطبع الديباجه دي الاول. وناخد البيرسونز دي كده كوبي بيست. بص بقى امر السيرش بقى اف، ها اف اف البي دوت جيت النيم دوت فايند، واوجد النيم اللي انت كاتبه، وطول ما هو ما بيساويش السترينج ان بوزيشن اللي هو النو بوزيشن، ما هي دالة فايند دي بتبحث عن سب سترينج، يعني حتى جزء من السترينج في السترينج الكبير. اذا كان هذا السترينج الكبير يحتوي على هذا السترينج الصغير فقم بطباعته، واذا لم يكن يحتوي فلا تقم بطباعته. انا بحب انسق عشان ايه، تنسيق بيديلك ايحاء بان البرنامج كويس اهو. بس خلصنا السيرش، يلا نتست بقى، نعمل تيست مع بعض. واحد هنضيف الشخص ده اسمه عمرو محمد، تليفونه صعب شوية، هيضيف واحد تاني ابراهيم مصطفى، تليفونه هيضيف احمد، تليفونه ديسبلاي اول فونز بقى 4 اهو، دي كل التليفون. عايزين بقى ايه، نطبق البحث بقى، نبحث مثلا، نبحث فين الفايند 5 عن كل الاسامي اللي فيها ام، كلهم فيهم ام. طب نبحث عن كل اللي فيهم، ما هو كلهم فيهم ايه برضه، ايه ام ايه ام، ها يعني الحرفين مع بعض، هل ايه الوحيد اللي فيهم ايه ام. طب نبحث عن كل اللي فيهم ايه اتش، فين ايه ابراهيم، في ايه اتش ابراهيم، ايه اتش وايه واحمد فيهم ايه اتش. خلاص، اذا انا بكتب اي حرف من الحروف اللي انا عارفها في الكلمه يطلع لي الكلمه، وايه زي نوع من انواع الفلاتر كده، فلتر، مش بيجيب لي كل الاسامي ولكن بيجيب لي منهم اللي انا عايزه بس. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.